أمير المؤمنين سلام الله عليه لاقى ذلك التشيع، لاقى ذلك الغوث، ولكن هل هناك يوم كيوم الحسين؟ لمن وقع حيدر على الأكتاف شالوه، وحسين في طف كربلاء بالتراب خلوه. يعني شوف المقارنة بين أمير المؤمنين وبين الحسين. لمن وقع حيدر على الأكتاف شالوه، وحسين في طف كربلاء بالتراب خلوه. تتحمل تسمع لولا مسحة ودموم المرتضى جملة بنينا، وحسين من صاب الحجر وسط الجبينة، شد وجرح رأس الوصي وشالت أولاده، وحسين من صاب السهم وسط تفاده. يا علي جرح عشاه وطاح من صهوة جواده، ومنهم الشاء لو جثته للجرح شدوه. هذا البيت عظيم على قلب السادة، بس مرة طاح المرتضى وسط المحراب، وكم مرة طاح حسين وقلبه من العطش، بس مرة طاح المرتضى وسط المحراب، وكم مرة طاح حسين وقلبه من العطش ذاب. يا أبا عبد الله ذبحوه طام من العذاب، ما ذاك قطرة الخيل يا الخيل لعبت فوق صدره، الخيل يا الخيل لعبت فوق صدره. يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم، وين صوتك أين المنادي وعليا، أين المنادي وإماما، أين المنادي وشهيدا؟ يا طار شيخ ذلك علامة، وقف على ذروة التهامة، وقل للنبي ويا عمامة أبو حسين ما تمم صيامة. جوابك أبو حسين ما تمم. قتلتم الصلاة